نروح نشوف النادي الأهلي اتكلموا عليه ازاي في مواقع التواصل الإلكترونية. يلا كورة، الأهلي يناشر جماهيره الالتزام بعدم حضور مباراة سطيف. في الجول، محمد يوسف وفاق سطيف قوي دفاعيا، قد نؤدي أفضل في الجزائر. كورة، دعم فلسطيني للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف. البوابة سبورت، مؤمن زكريا، مواجهة وفاق سطيف صعبة. اليوم السابع، رسميا وليد أزارو مهاجم الأهلي ينضم لمنتخب المغرب. يلا كورة، مدافع الأهلي يلا كورة لا أهتم بشائعات رحيلي وأسعى للنيل ثقة كارتيرون. الشروق، محمد سراج يطير لتنزانيا لرئاسة بعثة سلة الأهلي. صدى البلد، الكفراوي رئيس لبعثة سباحة الأهلي في بطولة بلغاريا الدولية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تدريبات بدنية مكثفة لصلاح مع فريق الطائرة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، رجال سلة الأهلي يواجه ستراثمور في تصفيات بطولة إفريقيا. الأهرام سبورت، سيدات سلة الأهلي يواجهن هليوبلس اليوم.